طب هسألك سؤال مهم جدا، بره بطولة الانتر كونتيننتال ممكن نشوف مباريات محلية للأهلي هنا أو للفرق المصرية في الدوحة؟ والله نتمنى وأتمنى طبعا. بس أنا بقول لك مش توقعات، معلومة. معلومات و في إمكانية حدث. أنت عارف الفيفا دلوقتي بيعدل في اللائحة بتاعته إن لو في مباريات محلية في الدوري ممكن تنتقل خارج الوطن، الفيفا دلوقتي بيقر ده في الكونجرس بتاعه. فا قريب ممكن نسمع حاجة؟ كابتن محمود الخطيب يشاور بس أوامر. كابتن محمود الخطيب تقديره هنا كبير جدا، الناس بتحترمه، الناس بتقدر انه اسطوره كبيره جدا، الناس الحمد لله العلاقات دلوقتي مميزه، ونتمنى ان يظل. والحمد لله عندنا اهتمام بالجانب الدوله بتحاول بشكل كبير جدا التسويق لمنتج كره القدم ومنتج الرياضه خارج الدوله. الحقيقه ده شيء كويس، نتمنى ان شاء الله زي ما بنشوف بطوله السوبر الافريقي والسوبر المصري. والسوبر الافريقي كان هنا سنتين متتاليتين والاهلي شارك في بطوله كاس العالم للانديه، بطوله كاس العرب، فانتشار اللي كسب هنا اتنين سوبر على نهضة بركان وعلى الرجاء المغربي. نعم، السوبر المصري بنشوفه في الامارات، بنشوفه في السعوديه، نتمنى ان شاء الله يكون في حضور هنا في دوله قطر. ودوله قطر الحقيقه الناس شغاله بسيستم وباستراتيجيه انهم يكملوا بعد كاس العالم. في رؤيه واضحه ان احنا لا مش هنتوقف بعد كاس العالم. مباريات كبيره قبل ايام قليله كان في بطوله كلاسيكو الاساطير بين ريال مدريد وبرشلونه، في بطوله كاس العالم للناشئين هتتعمل هنا لمده 5 سنين، بطوله كاس العرب جايه، فالناس شغاله. فاعتقد ان ممكن في انفتاح كبير جدا أكيد على ان ممكن يستضيفوا مباريات يكون طرفها الانديه المصريه او الفرق المصريه بشكل عام. عايز اعلن برضو في وجود زميلي العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي، المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري المنتخب في الكونجرس الاخير للاتحاد المصري لكره القدم، وصل اليوم الى الدوحه، والنهارده حتى كانت في جلسه وديه ما بين أسطورة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في حضور أيضا المهندس هاني أبو ريدة. الجمع الجميل ده هنشوفه بإذن الله بكرة في ملعب 974 يا محمد. إن شاء الله بإذن الله بكرة تكون ملحمة جماهيرية. مدرجات استاد 974 باللون الأزرق، بتميز باللون الأزرق لون البحر، لأن الاستاد بيقع بالقرب من الخليج الغربي ومن كورنيش الدوحة. صحيح. لكن إن شاء الله بكرة نشوف المدرج باللون الأحمر كامل، لأن الحقيقة الناس هنا تعبت، والجمهور زي ما حضرتك شفت متحمسين ومتحفزين. جمهور النادي الأهلي هنا في الدوحة جمهور الناس كلها عارفة أنه جمهور زواق، جمهور بحب كرة القدم. لو استاد 80 ألف هتلاقي جمهور النادي الأهلي موجود.